And the f of x بتساوي متذكرين هاي الفانكشن؟ شغلتها انا؟ طيب اذا هاي الفانكشن مره عملناها لها تتذكر عملناها رح تطلع كيف لو بدنا نستعمل الكود اللي موجود هون. هلا الكود الانستركشن موجود عندنا في الماتلاب هو جي اي. هلا في اكثر من تكنيك، في كمان تو تكنيكس كلهم سيرش تكنيكس مينيمايزيشن تكنيكس، رح نركز على هذا. هلا هذا كود اجاني من ديما. هلا احنا بنعرف فانكشن. هلا السبب انه ضربناها في ماينس لانه هو بفتش دائما على المينيمم، اظن بيعمل مينيمايزيشن، فلما مضروبها في ماينس راح يلاقي لي المينيمم، فاحنا بس ضربناها من هون اظن لانه هو بتغيرش هذا فيه. فصارت عندي هلا معرفه فانكشن، الفانكشن هاي ماينس 15x او 15x ماينس x سكوير، اتضرب في الماينس بس عشان يعمل مينيمم او ماكسيمم. طبعا هون فيش عندنا مشكله، هلا بدنا نفحص احنا هاي بشكل صحيح المفروض اخذ شيء كوادراتيك فانكشن، راح اجرب هلا نشوف اذا بنقدر نحط كوادراتيك فانكشن. كوادراتيك فانكشن فيها تو مينيمم، واحد منهم لوكال واحد جلوبال، فبعرفش هلا شو يلاقي مثلا هون، بس خلينا نجرب هلا هاي. فصارت عندي هلا هاي فتنس فانكشن معرفه، واذا رحت على الورك سبيس راح تشوف بالورك سبيس انها معرفه، هيها موجوده هون الفانكشن هاي صارت معرفه زي ما حطينا. هلا هون راح ناخذ هلا ابسط شكل لهذا الكوماند، طبعا هو اعقد من هيك وفي اوبشنز ثانيه، بس الحلو في الماتلاب او الحلو في اي برنامج انه بخليني اخذ المينيمم اذا بدي، اذا ما بدي استعمل كل الاوبشنز الثانيه بقدر اخذ المينيمم. فبابسط اشكاله هو اني اخذ بعرف الفتنس فانكشن اللي احنا معرفينها اصلا، فما بنرد نحط الفانكشن، بنحط الهاندل او ريفرنس للهاندل تبعها فتنس فانكشن. وعدد الفيريبلز هون قديش عندي عدد الفيريبلز؟ واحد اكس، لكن ممكن كان يكون عندي عدد الفيريبلز اكس وواي، بهاي الحاله ببطل خط، ايش بصير؟ سيرفس، بصير سيرفس، بصير عندي اكس في اتجاه واي في اتجاه، وبعدين في عندي سيرفس، وحتى ممكن يصير ان دايمنشنال سبيس. هلا بحال الحاله هاي خلينا ناخذ هذا الانستراكشن. اذا هون انا عرفت اخذت فيريبل ماكس، والماكس راح يساوي الماكسيمم تبع هاي الفانكشن. هلا هو وقف عند 7.5، متذكرين كان هذا، بس احنا هناك بالمساله اللي حليناها ليش ما وصلنا لسبعه؟ 7.5 لانه حطينا 4 بيتس بس. الريزولوشن، ها كلمه الريزولوشن اللي ماخذين ترانسديوسرز ريزولوشن او الام اس دي، الريزولوشن تبعتنا كانت ضعيفه مزبوط، لانه احنا قررنا نستعمل 4 بت. شو كان لازم نستخدم مثلا؟ لو استخدمنا 8 بت مثلا او 10 بت بكثير عندي دقه احسن. اذا اعطاني هلا الحل حتى نفهم اكثر عن الفانكشن هاي ونفهم ايش اللي صار، بنرد بناخذ انستراكشن بعطيني الفاريبلز اللي صاروا في عمليه ال، فلو رديت عدت المرة هاي بس أخذت الـ output variables دخلناهم هون. فأنا هون بدي الماكس اللي هو الـ value، F value أظن هو الـ value تبع الـ function عند النهائي اللي أخده. إذا نطلع هون إيش طلع معي، أعطاني الرقم هذا 7.5017، عفوا هون طبعا عملت run تاني، هلا أنا عملت تاني run تاني، أعطاني 7.4973 هذا اللي هو الماكسيم value لX. هلا كمان اعطاني قديش السكور عند الهاي، الماينس طبعا سبب الماينس انه احنا ضربنا في ماينس، هو عمال بفتش على مينيمم، بس احنا بدنا ماكسيمم، فاحنا عارفين انه هو 7.49 بس الماكسيمم هو 56.25. الاكزيت فلاج، هلا لما يخلص هو راح يوقف لسبب معين مزبوط؟ في 10 اسباب ليش ممكن يوقف، وهدول 10 اسباب لهم كود 1 و2 و3 و4 و5 وكل واحد له تفسير، وفي ماينس واحد ماينس اثنين، إذا بدك تعرف عنهم هلا بنعمل هيلب على هذا الكوماند، بس السبب اللي عمل اكزيت هون وقف بعد 51 جنريشن هو واحد، واحد في كود له معنى، هذا الكود رح نشوفه بالهاي، فاهمين الفكرة هاي؟ الفلاج ايش يعني كلمة فلاج؟ علم. أنت إذا بدك تتخاطب مع شخص ثاني وتعطيه معلومات شو بتقدر تعمل؟ مش بتقدر تكون عندك مجموعة إعلام وبدك تنقل له إشارة من بعيد، شو بتعمل؟ ترفع العلم مش هيك؟ بس بدك ترفع العلم المناسب في هذيك اللحظة مش هيك؟ اجت كلمة فلاج، وفلاج موجودة في المايكرو بروسيسورز، استعملتوها في المايكرو بروسيسورز أو المايكرو كنترولرز. فلاج، الفلاج أنا عمالي ببعث معلومة معينة. إذا الإكزيت فلاج يعني الفلاج السبب اللي أنا خرجت من الروتين خلص وقفت. هلا هون عماله بعطيني مثلا عدد الجنريشنز اللي طلعت معي 51 جنريشن. وهون ان كونسترينت ما حطينا احنا كونسترينتس، هلا كان ممكن انا اكبر الانستركشن احط بعض الكونسترينتس،
بس انا شخصيا ما بعرف اذا هل الكونسترينتس اللي حطيناها هناك، متذكرين الكونسترينتس اللي حكيت عنها هناك، هل بقدر الكونسترينتس اللي حطيتها هناك اني ادخلها بالهاي؟ انا ما بعرف، ما بعرفش، ما اظنش انها معقده لدرجه او متطور هذا الانستركشن لدرجه انه ياخذ الكونسترينتس اللي احنا حطيناها هناك. في بعض النيوميريكال كونسترينتس هون، بس ما اظن تاخذ الكونسترينتس اللي احنا حكينا انه هذا يبدا مثلا بعد وقت معين او ينتهي بعد وقت معين وهيك. هلا البوبوليشن اعطاني كمان البوبوليشن قديش ان هون، عدد هدول مزبوط اللي هم قديش عددهم، عشرين، وهو اختار هون عشرين ان، مش هيك؟ اللي هي ايش يعني؟ كم انديفيدجوال بدا بعشرين انديفيدجوال، عمل كروس اوفر، طلع عشرين انديفيدجوال جداد، هي خلص جنريشن، عمل ميوتيشن وكل شيء، وبعدين رد رجع مره ثانيه بدا من جديد. اوكي، وهي السكورز اللي كل واحد من الانديفيدجوالز هذا اعطاني اياه لحد ما تقريبا قريبين جدا، بس هو اختار المينيمم تبعهم، اقل قيمه كانت اظن اللي هي 56.25 واللي هي طلع منها الرقم اللي موجود هون. نعمل اخر شيء هلا هون هيلب، هون جي اي راح اعطينا معلومات اكثر عن هذا. زي ما حكيت انا في هون بعض كونسترينتس بس انا ما دخلتش بتفاصيل كثيره فيهم. مثلا خلينا نشوف اذا الفلاج ببين معنا هون، هي الفلاج مثلا فرضا على سبيل المثال، هي الفلاج مش قلت لكم واحد لخمسه وناقص، مثلا واحد افريج تشينج ان فاليو اوف فيتنس فانكشن ليس ذان، ففي تولرنس معينه، التولرنس اسمه تول اف يو ان، تولرنس فانكشن، هذا الفيريبل، هذا الفيريبل بقول لي قديش التولرنس، اذا صار التغير بالفتنس فانكشن بطل يتغير كثير معناها انا وصلت لمينيمم. اوكي، فلما لقى هو التغير من جنريشن لجنريشن بالافريج فاليو تبع الفتنس فانكشن لكل الانديفيدجوالز اقل من حد معين، قرر انه انتهينا بعد هذا عدد من جنريشنز وطلع من البرنامج. لكن ممكن احيانا يطلع مثلا نو فيزبل بوينت، ما قدر يلاقي مثلا شيء مناسب، او زاد عن الحد معين، او عدد الجنريشنز تعدى عدد الجنريشنز مثلا اللي محطوط، هاي جنريشن ليميت اذا كان عندي عدد من الجنريشن ليميتس من هون. هلا المطلوب بس انك تعرف الانستركشن هذا الجي اي، بس الفكره العامه تبعته اذا سالتك سؤال بس تعرف شو هذا وتستعمل. هلا المشكله انا ما بقدر يعني امتحنكم بشكل محوسب، عشان هيك ما بقدر اعطيكم هذا الانستركشن.